تمثل الأيام الشارقة تراثية حدثا حيويا في التراث الثقافي الإماراتي بما توفره من مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن الجميل بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للآباء والأجداد. نعم هذا، وتقدم أيام الشارقة التراثية للأجيال القادمة ومحبي التراث والزوار تعريفا بالحرف اليدوية والمهن التراثية والعادات والتقاليد لحياة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. الزميل محمد شكري زار إمارة الشارقة وأعد لنا التقرير التالي. علمونا أهاليتنا ونحن استفدنا منه، الحين نعلم أجيالنا، لازم الأجيال يتعلمون مثلنا، إذا ما تعلموا خسرناهم. بكل لهفة وسعادة استحضر الآباء والأجداد في أيام الشارقة التراثية أصالة الماضي وذكريات الموروث الشعبي الذي يعبر عن هويتهم الوطنية بهدف ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة والتعريف بالحياة الإماراتية القديمة وتوطيد علاقة أجيال الحاضر بتراث الزمن الجميل. شبابنا وشبابنا ما مقصرين، يعني مداولين هالمهنة هذه وما نستغنى عنها، لأن لو تركناها شو مخزن تمرنا بعد. من يوم نحن صغار لين اليوم شفنا أهاليتنا، من يوم عمري أنا روحي 6 سنوات مارست المصطاح ويا أهلي وسويت مثلهم مثل ما سووا. أيام الشارقة التراثية تعطي الأجيال القادمة وعشاق التراث والزوار فرصة جميلة للاطلاع والاستماع إلى قصص وذكريات الآباء والأجداد والاستفادة من خبراتهم حول ممارسة الحرف اليدوية والمهن التراثية والعادات والتقاليد التي يملكونها منذ سنين طويلة. لازم احنا نعلم أبنائنا وبناتنا على تراث الآباء والأجداد سواء كان عن البحر أو عن الجبل. نحن تعلمنا الحنة عرفنا من يوم نحن صغار، نحن تعلمنا وين من آباء من أمهاتنا، هم اللي علمونا يعني الحنة وعلمونا طريقة الحنة وتعلقنا فيه وتعلق قلبنا فيه ونحب إن نحن وعيالنا الصغار والكبار إنهم يحطون الحنة عشان الجيل اللي عقبنا نحن، جيل اللي بعدنا نحن يعرف إنه يكون شو هذا والوصول الفنايين اللي يودن شو، وصول الفنايين اللي يودن شو والوصول الفنيان اللي عطيته حق الضيف اللي عندك يهز يغنمه يهز هذا يعرف معناه شو. يعني أسهمت أيام الشارقة التراثية بشكل كبير في بلورة فكر معهد التراث بإمارة الشارقة بالاهتمام بالموروث التاريخي ونقله بتفاصيله إلى أجيال الحاضر لتثبت طوال مسيرتها أنها محفل ثقافي مهم للتراث الشعبي والموروث الحضاري بين الشعوب. أيام الشارقة التراثية تعيد ذكريات الآباء والأجداد لنقلها بصورة جميلة للأجيال القادمة. محمد شكري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة.